السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام. في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية التحكم في المكالمات الهاتفية الواردة بالسماح بمرور المكالمة أو منعها حسب الشخص المتصل. إذا فلنبدأ على بركة الله. أفتح البلاي ستور، أبحث على تطبيق كول بلاك ليست. في هذه الحالة هو الاختيار الأول، أنقر عليه، أقوم بتحميله وتثبيته على الهاتف. لقد قمت بالعملية سابقا. ثم بعد ذلك أنقر على أوفغيغ أو أخرج من البلاي ستور وأبحث على التطبيق على شاشة الهاتف، أفتحه. هذه هي واجهة التطبيق باللائحة السوداء لا ليست نوار. يمكن إضافة أرقام الأشخاص الذين أريد منعهم من مكالمتي بالنقر هنا، ثم اختيار طريقة إضافة أرقام هؤلاء الأشخاص. مثلا سأختار دوبوي لي كونتاكت، ثم أقوم باختيار الأشخاص الذين أريد منعهم من مكالمتي، مثلا هؤلاء الأشخاص، ثم أقوم بالتأكيد بالنقر هنا. يجب التأكد من أن هذا الوضع مشغل، أي منع المكالمات الواردة من هؤلاء الأشخاص. إذا أردت أيضا منع استقبال الرسائل القصيرة من هؤلاء الأشخاص، يمكنني تشغيل عملية منع الرسائل القصيرة من هذا المكان. أيضا هناك لائحة بيضاء La liste blanche، أنقر في هذا المكان ثم أنقر على ليست بلانش. هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الأرقام هم أرقام لأشخاص مسموح لهم بمكالمتي في أي وقت. يمكنني إضافة بعض الأرقام التي أسمح لها بمكالمتي بالنقر في هذا المكان، ثم مثلا أختار الطريقة دوبوي لي كونتاكت مثلا، ثم أختار الأشخاص الذين أريد أن أستقبل مكالمتهم بأي منع مثلا بهذا الشكل، ثم أقوم بالموافقة. طبعا في أي لحظة يمكن حذف من اللائحة البيضاء، أي لائحة الأشخاص المسموح لهم بمكالمتي، باختيارهم بهذا الشكل. ثم حذفهم من لائحة الأشخاص المسموح لهم بالنقر على سلة المهملات بالأعلى. أقوم بالموافقة وي. أتمنى أن يكون هذا التطبيق قد نال إعجابكم. شكرا على حسن تتبعكم وإلى تسجيل لاحق بإذن الله.